الفرق بينه وبين العلب اللي انت بتاكله ايه؟ ايه؟ المطعم مول. ازاي يعني؟ انت حته يعني انت ممثل اللي عمل الحركه دي عند الوزير. بقول لك ايه يا عيد؟ ايه؟ انا بقول لدول او تاني خش هم تعبانين مني فانا راضيهم ازاي؟ لا عد بقى كده عد انا بعت لهم هم الاثنين اهو انا بقول دلوقتي أنا أحب الحوار من أجل يا إخواني من أجل أنا من أجل بقى يطلعوا أحلنا أهو أهو واحد طلع أهو الراجل ده زعلان مني يا عنا أنا قلت له قصاد الناس حقك عليا يا يوم مش رد عليك السبب بتاع السبب بسبب إيه؟ يعني إيه أنت آخر أنت أكلك أنت ناويين وشكم مش غاسلين وشكم مش رد على انا اقول لك على حاجه يا عمر يا جد قول يا عناش اللي مالوش كبير بيشيله ايه كبير انا جاي هنا احل يا جماعه بجمع على الكبس ده هو عامل ايه انت بتضحك ليه كده انا بقول ماسك نفسي انا دخلت وربنا عشان اقول لكم على حاجه عمر دندي عمر دندي في ناس مش شغاله عمر دندي يا ابني اصبر يا ابني اول حاجه عشان ما
خليش اللايف يبقى ده المسمى مع الناس يا عم عيد. ال 50,000 دول، ال 50,000 دول احنا عارفين كويس قوي اللي عمل داندي هم الناس دول. طبعا اللايف بتاع هي الناس بتاخد دماغ اللايف بتاع عمر الناس عملت كده بس مفيش فلوس وراه. تمام؟ ولا احنا ربنا، احنا ربنا جعلنا سبب، جعلنا سبب زي ما جعلني كده سبب لعمار الزعامه. ربنا جعلني سبب انا وصول انا في طريق داندي عشان يبقى رقم واحد. هو داندي دلوقتي رقم واحد ولا ما اعرفش؟ خد يا عينه بقى يا تخيل، تخيل ان هو رقم واحد يا عم، تخيل ان هو رقم واحد. خدري استنى، خدري تخيل ان هو رقم واحد. احنا عايزين في هنا عينه بقى، عينه بقى انا رقم صعب يا عينه بقى والله. والحمد لله الرجاله دول بيقولوا ما تلعبش معاه. الناس اللي دلوقتي في اطفال وفي بنات وفي ستات كبيره وفي رجاله كتير قوي. احنا بنتكلم جد معاك والله. فاحنا دلوقتي ثواني الكلام ده فاحنا لما قبل ما نخرج بنقول هنستناكم اللايف جاي، واحنا مسا عليكم وبناخد سكرين شوت وبنشكر الناس. اول حاجه بقى يا عم عنبه واحده بقى، دول بقى دول ينفع يا عنبه لو واحده حلوه يا عنبه ينفع، لو واحده حلوه اختار ابويا وامي ينفع يا عنبه ينفع 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 كل حاجة. المهم قلنا حاجه، لو واحده حلوه يا عنب قالت لك عايزه اتصور معاك وانت مش عايز تتصور معاك. اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، واحده على حاجه، اقول لك على حاجه، بتحبني يا جدع. بما يرضي الله، بما يرضي واحده بتحبني يا جدع. اسمع بقى، انت عمال تتكلم وخلاص كلنا ساكتين. سيب عينك بقى. بما يرضي الله، بما يرضي الله. هيغلطنا انا؟ لا مش هغلطك. جرب تبعت للي انت خرجت معاه دلوقتي اللي انت تعبان، وشوف مين، وجرب تبعت لدوله وشادي، شوف مين اللي هيجيلي. واقسم بالله هتجيلي، هو وشادي هيجيلي برضك، بس سكه ودوري شادي فوق دماغي. بقول لك ايه؟ ايه ده يعني؟ شادي مش هيجيب فرق. يعني حوار مع دوله مش هيجيب حاجه وهو داخل عليا، البت هتجيب حاجه وهي داخله عليا. ايه ده؟ شادي يلا انت كده محمود. رد انت بقى، ده انت رد انت يا عنب. بذمتك ده اللي انت بتعمله ده. باكل باكل. انت في ماشي يا عم عنب هنا. بعد اذنك كلامك يا هاسي، انت فوق دماغك انت عارف. تمام. دي حاجه. البند الثاني ايه ده؟ لا لا ايه ده؟ بتتفرج ايه ده؟ لا قبل ما نقفل بنشكرهم ونقول لهم مستنيينكم اللايف الجاي ده. لقيته بص زي ما انا بقول لك كده. بص يا عمر يا دندن. ايوه فهمت فهمت. انا هستناكم اللايف الجاي. استنى يا شادي، استنى يا شادي، استنى يا شادي. ايه يا عمر يا دندن؟ اقول لك استنى يا شادي، استنى يا عنبه، استنى يا عنبه يا داندي. انت عارف يا عم سامعك مين اللي معانا في اللايف؟ بص كده وانت هتعرف. مين؟ والله ما شايف. اقول لك على حاجه يا داندي. مين؟ اقول لك على حاجه يا داندي. اقول لك على حاجه. كده هو متضايق اصلا يعني. انا مش فاهم ايه الهدف. مين هو؟ المهم اهم حاجه عشان الكلام يخلص، احنا هنفضل في ظهرك يا داندي يا زعامه لحد لما تبقى بص رقم، تبقى انت هنا القاهره. لا لحد ما نرجع انا من على المريخ واطلع انا مكان. بص يا عمر، انت المريخ يا داندي كده، انت بتخيب يا عمر يا داندي. بص انا اللي هسوق بيك الطياره، انا اللي هسوق بيك الطياره، انا اللي هسوق بيك الطياره. يا عنبه يا عنبه، اسمع يا عنبه، اسمع انا هقول لك كلمتين واحده بس يا عنبه. يلا اسمع، اعصب، هقول لك كلمه واحده بس يا عنبه. يلا حط نفسه في مقارنه معاه. ودماغي طقر بالا مني يا برو، انا بكسب اي حركه الفريق هتفوت بالجول. ليه بتجري وتستخبى ولا ميسي لوحده هتجول؟ رجلنا على الارض ثابته هتفوت. بص على ده البيت، ده واحد حد يزعل منه يا دول؟ ده مجنون. بقول لك يا عنبه، عنبه بقول لك ايه؟ دخلت بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا لو عنبه جه الفرح انا مش هاجي الفرح. او ربنا ما اجي الفرح.
طب اعمل نفسك من دلوقتي خليك في البيت يا حبيبي. عنبه سالت من بيت. لا لا انا سايبك تاكل عشب مزاج. والمصحف اللي حاطه على الناس اللي واقفه وراه. اخد براي الكومنتات مين اللي صوته احلى انا ولا عنبه؟ عنبه. انت مين؟ مش عايزين الدور بتاع اللي فاضل. وانت عنبه. وات عنبه عنبه دول. بقول لك ايه يا داندي؟ انا يا باشا مستغرب منك بس بشوط يا راضي دولا قدام الناس. لا 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 سيبك مني انا ودولا، راضي الناس اللي انت قفلت في وشها كلها امبارح. راضي الناس اول امبارح. انا اسف يا ناس وهقفوا على طب بالراحه. حدش يتعب على واحد. انا اسف يا ناس. انا اسف يا ناس. انت اللي بتطبل الناس عشان. انا اسف يا ناس حقكم عليا، والمره الجايه اوعدكم اني مش هطلع تاني، مش هطلع تاني، هرضيك بتهاني. واحده بقى شادي الزعامه اهو. واي واي شادي الزعامه وعينها مودوله. خلاص خلاص خلصت كده. انا اسالك سؤال عمر يا داندي. قال لي يا داندي استنى 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 ياكل كل حاجه تفاح على قرنبيط. سلم على لما جبني وسلم عمر يا داندي. بقول لك ايه يا عنبه؟ ايه يا عنبه؟ ما شفتش دندي ايه اللي حاسبها في الفرح؟ انت بدله كروهات عمر يا دندي. استنى استنى قول يا باشا. اسكت. انت جايب بدله موت. احنا انا جايب بدله موت يوم فرح دول يا عنبه. تسال تقوم بايه؟ والله العظيم كمان مره انا خليك تبطلها. ابطل ايه؟ تبطل تبطل تتكلم معايا تاني. انت اخواتي. طب بقول لك ايه؟ حبيبي يا حناء. في امانه ربنا بتعترف مين؟ لو حد جه قال لك هو انت شايف مين رقم صعب في المجال غير محمد رمضان طبعا؟ هتقول لهم مين؟ وغلاوه امك وابوك يا عناء. اقول لهم انا مش شايف حد. يا عم اتنيل بقى بالست اللي انت حاطه ده. مش باين. طب انت بتغلط فيا كده يا عناء. لا لا دولا 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 وشادي. طلع واقسم بالله العظيم ثلاثة يا عنبة. انت لو مكاني في الموقف وشفت البنت وحلاوتها اقسم بالله العظيم لو انا في اللايف معاك هتطلعني يا ابني. دخل بالشكل والله البنت حلوه يعني. اقسم بالله العظيم يا عنبة والله البنت حلوه. مش بالشكل بالله وشرف امي وحيات. لا بالشكل يا عنبة. عبيط هتخونك. ما انت شايفك فلاتر. شايفتك فلاتر. انت وشك ده فلاتر. انا بكلمك من غير فلتر. طب وعز الجلال انت قبل ما اطلع اللايف محدد دقني وعامل ماسك. مش بالشكل ولا بالحلاقه. بالنفسيه وبالجيب. بقول لك ايه يا داندي؟ انا هاخد دش يا عناء. ايه ده؟ انا هاخد دش يا عناء. يا عناء. يلا الشله كلها ورايا. الشله كلها ورايا. الشله كلها ورايا. استنوا كده. استنوا. طب ثواني. يلا. استنى. يلا يا شلة. يا عيلة يا عيلة يا عيلة. ده مجنون والله. خلاص انا ما طلعت مجنون ودماغي سقط. لا 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 الباشا جالكو اديكو الضوء. انتوا ركنتوا جالكو الضوء. اثبتوا مكانكو. ما تفعش الصوت. ما تفعش الصوت. اديكو الضوء. وسعني سكة. وشغل السريرة. طب بأمانة ربنا انفع مغني؟ انت تنفع انفع مغني؟ فوكل. ايه فوكل؟ ايه فوكل؟ عوكل عوكل. طب بأمانة بأمانة انت جبت فاكهة بكام؟ والله العظيم جبت ب400 هنا يا ايه؟ 1000 مسكن. وربنا جاب أناناس وجاب عناب وجاب بطيخ وجاب كرفس وجاب قمار. ربنا كل حاجه. ربنا كل حاجه. بنمس عليك.
مستقيم والله بجد الحفله بتاعت الست دي خلاص ولا انا قاعد في الحفله ابو النبي عايز اجي اقول بكره على الست انت بكره الحر انت مش داخل طب اقسم بالله اقول لجابلو اخش طب يا عينا بقى يا عينا بقى جابلو هينفعك انا جايين انا جابلو اخويا مستنيكوا يا اخواتي حبيبي يا عينا بقى والله العظيم لو عرفت اجي هاجي يا انت عارفين يا جدعان ايه عمر دندا هيبقني وهيخرج مع البنت اللي عجبتني انا هجيبها لك شويه يا حبيب قلبي تعملوا البس هو لسه هيخرج هو انا خرب يا عم ده خرب وده خرب انا جالك الدنيا دول ايه انت ازاي عمر دندي بنروح بنخرج في اي حته قول انت كلت ايه ذهب بنروح وسط البلد جبت لها مولتن جيت بقى انا كنت فايز ولا لا وشرب انا بقى قالت لي عايزه سوس ولا مش عارف ايه قلت لها خش كلميها انت بص يا عنبة بص يا عنبة بص 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 هاي يا فنان صلى على النبي مالكش دعوه يا دولا مالكش دعوه يا دولا يا دولا مالكش دعوه يا دولا حد بيغير مالكش دعوه يا دولا انت زعلان عشان انا البنات بتشقطني وانا في بيتي يا عم انا بدي كده بلاقي تليفونات من جمعه بتعرف في كلمتني يا عنبه احترامي ليك يا عنبه مع احترامي ليك يا عنبه واحترامي ليك يا شادي انت يا دندي اكتر واحد عارف ان انا معايا ملك الجمال ربنا خليها ليا ما فيش اي يا عم ربنا يخليها لك انا عايز ثاني لما شايفك وانا بدعي ربنا وانتوا عنبه بتسقفوا بتسقفوا بتجيبوا الدندوه عارف عمر يا عمر انت بتفكرني بايه انت بتفكرني بايه هو بفيلم البيت بواب هتاخد على قفاك في الاخر عمر يا دندي اوه الصوت يا جدعان بعدين لو مثلت مشهد دلوقتي عجبني اخدك معاه في الفيلم الجديد لو مثلت مشهد دلوقتي عجبني وعجب الناس اخدك معاه في الفيلم الجديد انت بقى لا 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 بص خليك واقف زمان انا عايز امير بس معايا امير وسيف سيف انت اقعدوا بس ليه طيب الاول هتمثل ايه سيف وسيف استنى بص ايه ده راجع هنا بقى عايز سيف وامير يقعدوا ورا كله يرجع يقعد ورا همثل لك مشهد يا سوف جمعه اقعدوا يا جدعان الجمعه انا عايز عم اوريك يلا انا ممكن اغني لك يا عنب احسن من الكلام ده كله مثل انت شوتك معفن بس يلا قول ما هو بيعرف يمثل طب كده وجنبك علي التصور ماشي صور انت اتفرج يا عنب كان انا معلم كنت داخلين تجيبوا عليا فاكهه ربنا يجيب عليا فاكهه امه تقول لك تجيبوا عليا فاكهه انا المعلم تمام راح ده جايب ترابيزه فيها وخدوه ايوه انا ناخد انا في حته جايب ارنبيت ليه لان اخد اخلت تخرب معايا ماشي اصل قفص على دماغك يلا انا اقول ايه ده كنت احسن ادى اشرب ده اقف يا ابني انت صاحبي يا ابني يا بابا انا لا انا انت بص كده خد لا حاجه لله يا معلم ايه ده بقى ايه ده بقى يلا قرب علي وحشني يا هفا اسمع الكلام اطلع امك بسبب الاوضه باظت
عمر دندي كسب يا جدعان، عمر دندي واصحابه كسبوا. ايه رايك يا عنب؟ وربنا انت لو ما مثلتش يبقى في حاجه غلط. يا جدع عنب انت لو بكره لما تمثل، بكره لما تمثل تتصل بس قول لي انت اول واحد تشوف فيها الموهبه دي.